مرحبا، يعطيكم العافية. أنا الدكتورة أسيل الفروع. بهذا الفيديو رح نحكي إن شاء الله عن تساقط الشعر. رح نتطرق لمواضيع أهمها، شو هي أسباب تساقط الشعر، متى بعتبر إنه هذا الشعر تساقط الشعر هذا مش طبيعي، شو الفحوصات السريرية اللي بعملها الطبيب خلال الفحص بعيادته، وشو الفحوصات المخبرية ممكن يطلبها مني الطبيب، وآخر إشي شو طرق الوقاية والعلاج إن شاء الله. أول شيء رح نحكي عنه أسباب تساقط الشعر. أسباب تساقط الشعر ممكن نقسمها إلى وراثي وغير وراثي. الوراثي منه بيكون في عندك من العيلة، سواء كان من قرابة الأب أو من الدرجة الأولى والدرجة الأخيرة، شو ما كان بيكون في عندهم خفة في الشعر مع العمر، وهذا الشيء ممكن أنت تكسبه جينياً ويأثر عليك. الآن عادة النساء ما بصير في عندها الصلع زي ما بصير عند الرجال. عادة النساء بصير في عندها خفة شعر في مقدمة الرأس. الرجال ممكن يصير للصلع، ممكن شعر الرأس كله ينزل، ممكن يكون في خفة الشعر تصير في المقدمة، ممكن على الأطراف يروح الشعر، ممكن برضه بطاسة الرأس اللي هي بوسط الفردة. الآن الأسباب الغير وراثية الثانية، في عندنا ممكن يكون طبيا اللي هي مثلا خربطة المناعة اللي هي الثعلبة على سبيل المثال، بيصير في عندك خربطة في المناعة، بيصير في عندك مهاجمة لبصيلات الشعر، فبيصير في الثعلبة اللي هي تساقط الشعر إما بقعي اللي بيكون في بقع متعددة أو بقع على فروة الرأس، أو بيكون متعمم اللي هو عادة ممكن يأثر على كل بصيلات الشعر في الجسم فتسقط كل الشعر. الأشياء الثانية اللي هي مثلا هرمونال، ممكن يكون في عندك مشاكل في الغدة الدرقية، ممكن النساء عادة بيشكوا بعد الولادة، بيكون مثلا خلال الحمل بتحكي انه انا شعري كان كثير منيح، بعد الولادة تساقط بشكل كبير. ممكن يكون برضه اسباب لها نقص بالفيتامين، ممكن يكون في عندنا الاسترس بيزيد من فكرة انه يتساقط الشعر. وفي بعض الاشياء اللي ممكن نحكي عنها اللي هي بالامهات لما يجوا يربطوا شعر الاطفال او بناتهم لما رايحين على المدرسة، بربطوه بشكل جدا شديد، فبصير عندك تكسر في بصيلات الشعر في مقدمة الرأس، وهذا بفقد الشعر الموجود على اللاين اللي هون، فبيؤدي إلى إنه فراغات في مقدمة الرأس. شغلة تانية ممكن اللي هي مسمى بالتراكشن ألوبيشيا. الشغلة الثانية اللي برضه بتشابه هاي الحالة، الصبايا أو الشباب هم بيدرسوا ممكن يصير يلعبوا بشعر فيكسروا بالشعر، ممكن توصل لمرحلة إنه يخربوا بصيلة الشعر كاملة، فهي الشغلات انتبهوا منها. برضه في بعض الأدوية اللي ممكن تسبب لنا تساقط في الشعر، منها أدوية السرطان، أدوية الاكتئاب، ممكن بعض أدوية التهاب المفاصل، أدوية الضغط، أو حتى المشاكل القلب، ممكن هاي الأدوية تسبب لنا تساقط في الشعر. متى بعتبر تساقط الشعر غير طبيعي؟ أول إشي تساقط الشعر الطبيعي شو هو؟ إنه يسقط من الشعر 100 ل 120 شعرة في اليوم. الآن أنا أكيد ما رح يكون يعني مش عملي إنه الواحد بده يصير يعد كم شعر نزلت منه، لكن في بعض الأشياء بتبين لك إنه والله أنا عم بتساقط شعري بشكل كبير. منها مثلا تصحى من النوم على المخدة تلاقي فيه شعر، أو تكنس البيت أو تنظف البيت تطلع كتير كومة شعر. على الفرشاية الشعر نفسها عم بتلاحظ إنه عم بيزيد كمية الشعر على عكس ما كانت، أو إنك أنت بتصير تشوف خفة في الشعر أو فراغات في شعرك ما كنت تشوفها من قبل. هون بدك تروح على طبيبك عشان يفحصك. الآن خلال مراجعة الطبيب، الطبيب ممكن رح يعمل طبعاً الفحص السريري ورح يجتمع على شغلتين. أول إشي بيشوف الطبيب بشيك على فروة الرأس، على نظافتها، لأنه جداً مهم إنها تكون نظيفة وتكون طبيعية وتكون صحية بمعنى آخر. بيشوف لأنه في بعض المشاكل مثلاً قشرة الرأس الكبيرة ممكن تسبب لنا تساقط في الشعر، فلازم نعالج قشرة الرأس عشان تبطل مثلاً تساقط الشعر يكون جداً كبير. الإشي الثاني إنه الطبيب عادة بيفحص وبيشوف بإيده هل في تساقط بالشعر أو لا، وبالأخير رح يفحص بإشي اسمه الديرموسكوب اللي هو جهاز بيشوف بصيلة الشعر نفسها، بيشوف قد إيه بتطلع شعر وهو نورمال من 3 ل 4 شعرات، بيشوف قد إيه الخمل الشعرة وطولها. في بعض العلامات بتبين لنا بعض الأمراض الثانية سواء كانت الوراثية أو المناعية، ما رح نتطرق لها هنا، ولكن في بعض العلامات بتبين انه مثلا هذا الشخص عنده والله مرض، مثلا خفه الشعر سببها وراثي، او خفه الشعر سببها مرض مناعي، او مرض مثلا غده او الى ذلك. الان شو هي الفحوصات اللي عاده بيطلبها الطبيب اول ما يجي عنده ويفحصه؟ اهم شيء الحديد،
نفحص الحديد، حديدك إذا ما كان فوق 40 رح يضل في عندك خفة بالشعر، رح يضلك تعاني من تساقط بالشعر وشعرك مش طبيعي. برضو الفيتامين دي جدا مهم لدورة حياة الشعرة، بنفحص فيتامين دي، بنفحص الحديد، بنفحص قوة الدم طبعا، نفحص الزنك وفيتامين بي 12 لأنهم جدا مهمين لنمو الشعرة، ورح نفحص الغدة الدرقية لأنه حكينا خربطة الغدة الدرقية ممكن تسبب لنا تساقط في الشعر. وإذا كان مثلا على الفحص السريري لاحظ الطبيب أنه في عندك أي علامات لأمراض مناعية أو أمراض أخرى ممكن يطلب برضو هاي الفحوصات. طرق الوقاية والعلاج، أهم إشي مثلا إذا كان سبب الاسترس بدك تخفف من الاسترس، إذا كان سبب مثلا عادي أنت سيئة بتعملها في شعرك بدك توقف هاي العادة، إذا كان مثلا المشكلة في ربط الشعر بدك تخفف منه وطرق العناية، إذا كانت المشكلة بالفيتامين أو أنه عندك نقص بالحديد بدك تعوض الحديد أو الفيتامين الأخرى. مع ذلك رح في بعض العلاجات اللي هي الشائعة اللي هو المينوكسيديل، وهو عبارة عن فازو دايليتر، يعني هو عبارة عن بيزيد التروية على بصيلة الشعر فتتغذى بصيلة الشعر أكثر فبصير في عندها نمو للشعر أكبر. الآن المينوكسيديل الإشي اللي ممكن يجي كرش ممكن يجي كفوم، ومننصح عادة المريض أنه يستخدمه لست شهور. الفكرة أنه المينوكسيديل كل المرضى بنبسطوا عليه لأنه خلال العلاج نفسه بيكون الشعر بقوى وبيزيد وبنبسطوا عليه، بعد ما يوقفوه بنزل بتساقط، فهذا اللي بيخلينا أحياناً أنه ممكن نوقفه شوي بعدين نرجع له. شو هي أهم الأعراض الجانبية اللي ممكن تحدث وعشان نتجنبها في بعض الأشياء ممكن نحكيها للمريض؟ أول إشي لما يجي المريض يحط السبراي أو الفوم على شعره بنخليه يغسل ايده بعد ما يستخدمه. ثاني شغله بنحاول قدر الامكان نحكي له انه ما يوصل لا على وجهه ولا على رقبته عشان ما يطلع شعر غير مرغوب فيه في الاماكن غير مرغوب فيها الشعر، ويقتصر الشعر بس انه يطلع بس على فروه الراس. ممكن برضو يسبب لنا احيانا مثلا حكه بسيطه، فعاده من احد السايد افكت او احد الاعراض الجانبيه للمينوكسيديل هو. الان الأشياء الثانية ممكن نستخدم لها اللي هو عبارة عن الحبوب، الحبوب اللي هي عادة بتكون تحتوي على الفيتامينز والمغذيات للشعر نفسها، وهي لها عدة مسميات تجارية، في عندك الفيتا هير، في عندك البانتوغار، وفي عندك الهير والنيل سكن، وأتوقع إنه هاي الشغلات موجودة بكل بيت لأنه كل البيوت بتحتاج كل بيت إلا ما يكون في حدا بيعاني من تساقط الشعر. في بعض الأشياء الثانية اللي ممكن نعملها في العيادات اللي هي إيش اسمه البلازما. البلازما هو عبارة عن ناخد إحنا من دمك بكتات خاصة، وهاي الكتات بتكون طبعاً موافق عليها من هيئة الغذاء والدواء، بنحطها بجهاز الفصل. جهاز الفصل بيفصل لنا البلازما عن الجروث فاكتور، عن البلد، عن الدم. إحنا بناخد البلازما والمغذيات وبناخدهم وبنحقنهم بمختلف بمختلف مناطق فروة الرأس. عادة بنعملها إحنا كجلسات، من جلسة لخمس جلسات أو لثلاث جلسات حسب قوة المريض وحسب كيف المريض استجابته. فعادة بتفصل بيناتهم بين كل جلسة وجلسة شهر. ممكن نستخدم معاه عشان يقوي النتيجة الميزوثيرابي، وهي برضو فيتامين سبليمنت تنحقن بفروة الرأس، بتحسن نمو الشعرة وبتسرع وبتقلل من تساقط الشعر. طبعا آخر إشي ممكن الدكتور يلجأ له، أو إذا كان المريض مثلا مستعجل أو إنه في عنده إشي بده يعمله، هي زراعة الشعر. في زراعة الشعر عادة بيعمل الطبيب، وهي بتكون طبعا الحل النهائي عشان يرجع يطلع الشعر. هيك بنكون احنا خلصنا بشكل عام او بشكل مبسط عن تساقط الشعر واسبابه، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. واخر اشي بدي احكي انه خلونا نرتاح في البيت ونلتزم بطرق الوقاية والعلاج ضد هذا الفيروس اللي اقرتها هيئة منظمة الصحة العالمية، وان شاء الله ربنا بيعدينا من هالأزمة على خير وترجع الاوضاع احسن. وشكرا لكم، يعطيكم العافية.